حب نديهم بعرق جبيني نديهم هاي هاي العرق ها حب نديهم بعرق جبيني نديهم حلال لو كان ضل 10,000. حكيم من مشتة قبل تزرع المخزن ببلدية الجازية في ولاية أم البواقي يتنقل من مكان لآخر، كله نشاط وحيوية، يعمل طوال الوقت لكسب قوت يومه من خلال غسل وتنظيف الجزر قصد تسويقه ضمانا للرزق رفقة أفراد عائلته. هنشي ذن ذات دادي إثما هنشي نخدم قير فلاح القوار نقوم نجمور ثنوى نروح رفيلاج كنتشني نروح رفيلاج ما اشتنتوي دي صرداي ما قوار خير ما اشتا دي استعاب وما اشتا دي اقيال وما اشتا دي كلش من نورمال خير رفيلاج. مهنة تمسك بها برغم مشكلة ضعف القوة الدافعة للطاقة الكهربائية بينما أفراد العائلة متشبثون بالنشاط الفلاحي. هاو نخدم مع طفل خويا كبير نعاون فيه في الزرودية والفلاحة منا ومنا يسمى هذه خدمة مع الدوام والتريسيتي راهو ناقص من جموشنا نخدم. هاش تخلت شني مير هذه مزيان للشباب نشري ثروة فلاح نخسى نخدم الفلاح. هلا غالب تريسيتي وليش لا غالب تريسيتي وليش وتالي متجيش أمورث النغا لازم أدهاوي برك ماش تدهوش السنارية داوي الحشتيش ودهوش الحشتيش داوي ثير هلا غالب هاش تخد بالخير ها ها تزرودية ها تزرودية ما تخسد ها كل شيء تازد. حكيم نوى على الأمر ببذل الجهد بعد أن تعلق بالفلاحة الأسرية لضمان لقمة العيش بعيدا عن متاعب ضعف الطاقة الكهربائية التي تحتاجها آلة غسل الجزر.